احنا العفو استاذنا الغالي بالنسبه لاختصاص وزاره البيئه هذا الموضوع صحيح هو يخص جميع المرافق بالدوله وزاره الزراعه وزاره الموارد المائيه الوزارات الاخرى. العفو موضوع التغيرات المناخيه يمكن حضرتك سامع بيه اي اكيد اعرف وعندي علم بالموضوع اتفاق باريس الدولي للعراق ينضم الى سنه 2016 من ضمن بنوده اكو فقرات تخص التخفيف تخفيف من درجات حراره ومن الاحتباس الحراري زين اكو اخرى موضوع اخر بالتغيرات المناخيه اللي هو التكيف اللي هو لحضراتكم كنتوا تحكون عليه المساحات الخضراء والأحجمة الخضراء والتشجير اللي تساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة اللي ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تخفف من موضوع الاحتباس الحراري اللي يسبب ارتفاع درجات الحرارة. فبالنسبة لوزارة البيئة داخل بهذا الموضوع هي نقطة الاتصال الرسمية ويا اتفاقية المناخ الدولية منضمية وياها الوزارات ذات العلاقة الوزارات اللي تساهم في هذه الانبعاثات اللي هي مثلا الصناعة النفط الكهرباء اللي تعتمد على الوقود هذا الوقود الحفور النفط وإضافة إلى وزارات أخرى تدخل بموضوع التكييف اللي هو التشجير وزارة الزراعة والموارد المائية. جيد أنا أريد أسألك احنا أكو مشاريع العفو استاذ قبل تفضل أكمل في مشاريع بين العراق وبين المنظمات اللي تعتمد الخارجية الدولية اللي تعني بالمناخ منظمة المناخ خطر صندوق التخفيف اللي كنت أقولها تنضوي تحت سكرتارية اتفاقية المناخ زي. هذه المشاريع هي ممولة من هذه الجهات تساهم في قلت لك موضوعين موضوع التكيف اللي هو التشجير وغيرها وموضوع التخفيف اللي هي تضع وقود صارمة إلى استخدام الوقود البديل عن النفط يعني محطات كهرباء نقول طاقة شمسية طاقة الرياح